حسبي الله ونعم الوكيل، في كل سنة يعمل كده. السلام عليكم. لا يا حبيبي، كله تمام. بقول لك، بص، انا الصنايعي اللي كان عندي هنا اللي انت جبته لي، ده 10 على 10. بص، انا عندي حاجه تانية صغيره كده هيعملها لي في الموتور. بس هو تمام، بس هو عشان الراجل ده ايده تتلف في حرير. ماشي، انا مستنيه على طول اهو. طيب تمام، ماشي، سلام. يا ابن الحرامية، يا نصاب، يا نهار أبيض. والله أنا فاكرة 1000000%، أنا ما كبرتش في السن عشان الزهايمر بتاعي. والله العظيم صدقني أنا سايبهم في العباية، سايبهم في العباية. ومدخلي جوا شمس. حقك، حاضر. طب انا الواد ده لو جبته وطلع مظلوم بقى، انا هيبقى شكلي ايه؟ طب اجيبها له ازاي؟ اول ما اجي اقول له انت خدت الغوايش؟